عرس كروي عرفته مدينة قربة لاستضافة واحد من أعرق الفرق التونسية النادي الإفريقي. الإطار كان دور ثمن نهائي الكأس تونس، والبعض من الجماهير تحتج على غلاء التذاكر. أي عملت لنا فازة في الماتش هذا، خاطر الكلوب جايتنا، خاطر النادي الإفريقي جايتنا، مرحبا بها. راهي عملت لنا تيكيب 50 دينار، راهي الجامعة مسعرتها ب10,000 وما حطينا ب50 دينار. راهو بيه أنا نقدر نزوز أنا، أما عبيد زواولية عمرها ما مشيت للتيران. رجعوا قصيتي كي، ورغم اللي أنا منخرطت وكل شيء، وعادش بي أنا مش خسارة في قربة. هذه قصيتك؟ قصيت ب100,000 واحد ليه واحد لولدي، مش خسارة في قربة، أنا راه عادي راهو. ساش كي تواتي فهمني ونفح وروحوا فرحانين ما فيها بيس، عادش بيه، احنا قرابة. فهمني إذا كان ما نعاونوش بلادنا فهمني معناها حاجة مزيانة نشوفها. فما عبيد خذتها انفيتاسيون باش تدخل للستاد تتفرج، فهمتيش؟ اللي هي من معناها تنجم تقصك حتى 10 تكيات. وفما عباد اخرين اليوم قدماء النادي الرياضي القربي، حتى واحد ما عيط لهم باش يتفرج. قسينا تسكرنا وقسينا كل شيء ونعاونوا جمعيه، مش خساره صح. حتى ولو تسكر ب50، حتى وكان ب5 ملايين مش ب50,000، خويا ما يغلى على شيء. النادي القربي صاحب المرتبه الثالثه في الرابطه المحترفه الثانيه كان يعرف اللي رحله منافسه الوطن القبلي مش باش تكون سهله، بعد ما عرف في المده الاخرى العديد من التحولات، لعل ابرزها عوده المدرب فوزي بنزرتي للنادي الافريقي بعد 11 عام، وهذا يكفي باش ننتظروا وجه مغاير الفريق الأحمر والأبيض. وهذاك علاش حاولوا أبناء المدرب رياض عبيد مباغة منافسهم منذ البداية، بعد ضغط فرضوا على الدفاع الإفريقي 9 دقائق، مخالفة تنطلق من وسط الميدان، وحارس معز حسن يخسر الكرة مع حسن خمير، وعلي صالح ينهي العملية في الشباك. الإفريقي يقبل هدف مبكر، يضغط على دفاع النادي القربي، كرة من آدم الطاوس، سنالة يضرب بالرأس، كرة محاذية للمرمى، ثم تسديدة قوية من أحمد خليل، كورته ما كانتش بعيدة على الشباك. أبرز فرصة كانت كرة انطلقت من غيث الصغير، شهاب العبيدي ضيع إمكانية تعديل النتيجة. فرصة رابعة يضيعها الإفريقي بعد مخالفة نفذها غيث الصغير، كرة توصل ليوسف سنالة اللي سدد فوق المرمى. النادي القربي يرجع للهجوم، مجهود فردي من أحسن خمير ينتهي بتسديدة حول الحارس معز حسن للركنية، وبنفس التألق يجيب حارس النادي القربي نصر الدين قويعة على مخالفة نفذها آدم الطاوس، ثم مخالفة نفذها عتيق رأسية ربيع بوزيد تخطئ الشباك. الإفريقي يرجع للهجوم يطالب ضرب الجزاء بعد محاولة من العرفاوي، الحكم اللي كان قريب من العملية يأمر بمواصلة اللعب. المدرب فوزي بنزرتي عدل الأوتار مع بداية الشوط الثاني، الإفريقي يضغط على الدفاع النادي القربي، كرة توصل لسنانة، آدم لشهب يخرج كرة كانت في طريقها للشباك. 8 دقائق في الشوط الثاني، النادي الإفريقي تحصل على تماس، عزيز الغريسي اللي انضم للتشكيلة في النصف الثاني من المباراة يتولى التنفيذ، سوء تقدير من الحارس نصر الدين قويعة، كرة تستقر في الشباك، 1-1 في 53 دقيقة، هدف سجل الحارس قويعة ضد مرماه، كرة راجعة من دفاع النادي القربي، غيث الصغير كاد يغلط الحارس اللي كان متفطن وحول الكرة للركنية. غيث الصغير يحاول من جديد، والمرة هذه ينجح في هز الشباك بعد تحذير من علي العمري، تسديدة غلطت الحارس نصر الدين قويعة، 2-1 للإفريقي في 72 دقيقة. النادي القربي حاول العودة في النتيجة، لكن إصرار النادي الإفريقي على التأهل للدور المقبل كان حاسم أمام منافس قدم أداء مشرف يساوي أو يفوق في بعض الأحيان أندية الرابطة الأولى. غالب خويا حضرنا الماتش كما يلزم، كنا حاضرين، تشوفوا بريمير ميتون عملنا بريسك معناتها شدينا مع كلوب أفريقان، كلوب أفريقان جمعية كبيرة كما يقولها الكوب المولي، غلط غلطة صحيح نطلب السماح من صحابي، كنا نجم ونمشيو لبعيد، الله غالب وإن شاء الله ربي معنا احنا وحظ أوفر للنادي الإفريقي. نحن عندنا فريق ممتاز في الرابطة الثانية، لعبنا حبينا نلعبوا على الصعود ما توفقناش، حبينا نواصلوا اكثر ما يمكن في مباراه الكاس، جينا ضد فريق كبير النادي الافريقي، صحيح فريق مجروح لكن يبقى النادي الافريقي من اكبر الفرق في تونس. الحمد لله الاولاد قدموا مباراه ممتازه تليق بالنادي الرياضي القربي وبتاريخ النادي الرياضي القربي، وان شاء الله مبروك النادي الافريقي وحظ اوفر النادي القربي. احنا عندنا مزيج بتاع وليدات صغار وليدات خبره قاعدين نبنيو في جمعيه، الحقيقه البريستاسيون محترمه نتصور، حبينا ننوروا نعطيو ايماج باهيه للنادي الرياضي القربي في الاخر. النادي الافريقي جمعيه الحقيقه جمعيه كبيره وما
وما نصورش انه يستحق انه شكون يعطاه كوت بوس ولا باش يدز معاه في الاخر. بكل ان شاء الله مبروك عليهم، واحنا ان شاء الله في المستقبل تكون عندنا جمعيه اللي نجموا نكونوا بها في القسم الاول ان شاء الله العام الجاي. بالنسبه لي ما فهمش حتى مقابله سهله، ما تلعب حتى مع الفريق من الدرجه الثالثه او حتى هما، ما مستحيل اذا ما تكونش انت تمام عمرك ما تنجم تربح مقابله، فهمتني؟ وفما ما نحس ان مع رعايه ما دوم جا فيه بكو ترافاي صباح وليل ولا ما تفهم بكو بريسيون الملعبيه الفور ديجاجي سيت بريسيون ولا تشارج ترافاي بكو